انا يعرف كل التونسيين هذوما يعرفوا لي انا والتجمع، وانا اللي حبوا يقصيوني، وانا اللي حبوا يقتلوني، انا اللي حبوا يوفوني. اذا انا مع كل حزب سياسي ذات النهضه، انا مع كل حزب سياسي يمن بحريه الانسان، ما يقصيش الانسان، يختلف معاه ويبقيه اذا كان عنده مخ يناقشه، اما مش بالقتلان. احنا نختلفوا في الدنيا، اما عمرنا في تونس ما قتلنا، حتى في حروباتنا ما قتلناش. راهو احنا الناس ما نحبوش القتل، هذوما وصلوا القتل، وصلوا الاقصاء. نقول لهم راهو في تونس عمركم ما تنجموا تعملوها، عمركم. هو انسان، احنا نتكلموا باش توريك من عناصرهم انه كي انا نتكلم هو يتكلم، باش تعرف انه حتى باش تتكلم ما يخليوكش تتكلم، حتى باش تعيط ما يخليوكش. اغزلهم موجودين، كي تجي انت تقول لا للقتل يتكلموا ويقول لك الاخرين كان. اذا هم يشبهوا بن علي، بن علي كان يقتل وهم يحبوا يقتلوا الان، اذا عدنا الى نفس المكان. يقول لك تويك ويعيط يقول لك بن علي كان يقتل، اذا هما كيف بن علي وهم يحبوا يقتلونا كيف بن علي. على الأخضر واليابس، على الديمقراطية والتنمية والتشغيل وعلى كل شيء. المطلب الثاني هو أن باش نمشيو لانتخابات حرة ونزيهة، باش نجمو نسمعوا بعضنا، باش نجم تونس تتقدم. احنا في حاجة لوزارة الداخلية غير منحازة لهذا الطرف أو ذاك، وبالتالي نحن نطالب بتحييد وزارة الداخلية، نطالب باستقالة وزير الداخلية، وإعطاء وزارة الداخلية في يد كفاءة وطنية عالية ومستقلة عن جميع الأحزاب. المطلب الثالث هو حل رابطات ما يسمى بلجان حماية الثورة، وهي عصابات إجرامية تقتل وتنتهك القانون، خارجة عن القانون، وتدعو إلى قتل القيادات السياسية، منها سي عصام الشابي رابطة حماية الثورة بسوسة تدعو إلى قتله. المطلب الآخر هو أيضا توضيح تحقيق لتوضيح العلاقة بين هذه العصابات وعدد من الأحزاب السياسية كما المؤتمر والنهضة التي تعقد معها الاجتماعات، وهي تطالب بتقتيل وقتل القياديين السياسيين. الرسالة الأخرى هي لنتوحد معا من أجل رسالة أمل. مازالت اليوم فرصة أخيرة. أنا أطلب من مكونات الترايكا، أطلب من الأحزاب السياسية، من الفرق السياسية، مازالت لنا فرصة أخيرة نتلقاو مع بعضنا، نحدوا تاريخ معقول للانتخابات، نفكوا الخلافات اللي بيناتنا ونطمنوا الشعب. ونبعث برسالة طمأنينة أيضا للشباب المحتج، للشباب المعتقل، للشباب اللي عذب في السجون. نقولوا لهم تونس راهي تناديكم، الناس الكل يد في اليد من أجل الخروج من الأزمة الخانقة اللي تتردى فيها تونس. نسأل شنو هي الرسالة السياسية اللي تنجم توصل للعموم الشعب التونسي من خلال المسيرة هذه؟ الرسالة الوحيدة الشعب طالب الأمن والاستقرار، طالب حماية المواطنين الكل، مش طالب أن نخليهم يحبس الغرب بعض عصابات تدعي حماية الثورة وهي تدعو إلى الاقتتال، الكراهية لتصفية الحسابات. الطرف الوحيد اللي هو مكفف ومكلف بحماية الأمن هو الدولة. الدولة لازم تكون محايدة، لازم تكون هيك تاعها محايدة عن كل الأحزاب، وخاصة عن الأحزاب اللي تكون هي الخط الوحيد، ويعني تقصي كل الشعب التونسي بادعاءات اللي هي اليوم ماهيش مقبولة. البلاد اليوم في حاجة إلى مناخ، إلى حوار.
سي خميس اليوم نشوفه في المسار الحزب الجمهوري نداء تونس في مسيرة مشتركة، وهذا شيء هذا شيء مفرح. المسيرة هذه تجاوزت الأحزاب الثلاث اللي نادت لها واستجابت لها كل الأحزاب الديمقراطية وقوى المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الحقوقية رموزها نام على هذه، تجاوزت المسيرة السياسية إلى مسيرة شعبية، مسيرة وطنية باش تقول لا للعنف السياسي ولا للاغتيال السياسي. وإن شاء الله الشهيد محمد لطفي نقر يكون الأول والأخير، هو بالقتل متاعه من طرف مجموعات سميت روحها لجان حماية الثورة، هذم المجموعات الإرهابية التكفيرية اللي يحبوا يدخلوا البلاد في دوامة العنف والتضحيات، يقولوا لهم المسيرة هذه جات باش تطالب بحلكم باعتباركم جسم غريب على الثورة وعلى الشعب التونسي. وهذه المسيرة كذلك حاملة رسالة أخرى، هي تحييد وزارة الداخلية وتعيين في أقرب وقت على رأسها إلى شخصية مستقلة. في إطار اللعبة الانتخابية القادمة التواجد اليوم في مسيرة مشتركة بين ثلاثة أحزاب، هل يمكن اعتباره بوادر متاع التفاف ثلاثة أحزاب هذه؟ هذه مش بوادر، هذه خطوات متأكدة جديدة في مسار طويل. نحن بصدد التحاور في كل الإمكانيات، بصدد النقاش من أجل أرضية سياسية وانتخابية موحدة لثلاثة أحزاب وأكثر من ثلاثة أحزاب، لأن نجاح المسار الديمقراطي والحفاظ على نمط مجتمعنا ومكاسب الجمهورية يتطلب أوسع جبهة ممكنة، ونحن كثلاثة أحزاب نديو بأوسع جبهة ديمقراطية ومدنية من أجل تعديل الكفة السياسية. أنا خمسين يحسب على لا تجمع لا نداء، أوفياء أوفياء لا